Did you say romance? Aww. For none of you. For the backstage crew. لا ما حصل يعني مش لاني عندي مشكله مع ده خالص بس هي ما حصلتش لا ايه ده يعني لما انت قلت لي يلا نخرج لا سوري يا امير كان نفسي يبقى عندي كراش عليك بس عادي جدا عادي تعالى طبعا عشان هو بس في حته كده اللي هو اي وانت اي جيت مره واحده بس اللي اي هاد ا فريند سي لا وانا عارفه وكان كويس ان هو قال كده بلاش. ممكن حطيت نفسي في مواقف قلت وبعدين حصل ان الوضع كان اكتر من صداقة فقلت بقى لا مش هعمل كده تاني يعني ايوه ايه ده هو I never went out on Valentine's Day اصلا not applicable لا يمشي عشان ما عملتش اخر حاجه في فالنتاين طبعا لا انا عملت كده مره فعلا بتهيالي انا اصلا ما احتفلتش بفالنتاين في حياتي غير مثلا 3 مرات او حاجه ودايما عندي مشكله مع فالنتاين كده انا بحس ان معظم الوقت لما الناس بتحتفل بيه بيبقى انه هنجيب للبنات ايه كان الولاد دول مش لازم خالص هات لي حاجات بحس ان هو لا هو مش عيد ميلادك هو حاجه ميوتشوال حاجات انتوا الاثنين بتعملوها لبعض فاهم قصدي؟ ما انا كنت العكس تفكيري كان العكس اللي هو ان المفروض اعمل المفروض حاجه اعمل حاجه والرد فعل ده الجيفت ثانية يا جماعة بس عايز اسأل سؤال مهم فالنتاينز دي خلاص كمان شهرين انت بس بتقول الجملتين دول عشان حاجة معينة هو انت كده هينزل امتى؟ توصل رسالة دلوقتي عايز تقول لا معلش حبيبتي خلاص تجيبي أي حاجة لا 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 ما اقصدش كده ما اقصدش كده أنا أقصد يعني إن حاجة أنا حابب أعملها بس I don't expect إن هي تعمل 50-50 في الموضوع بس إيه ده؟ ايه النموذج ده؟ لا ما هو العيد ميلاد بقى عيد ميلاد الحاجات دي بقى والعيد بقى والحاجات دي تبقى موجود عايز اضيق فلوس ظرف كده فتشت في تليفون حد من وراه؟ لا طبعا لا طبعا never ما فتشتش بس you know بس خلاص هي بس يعني هي جالها مسج كده فانا بصيت كده فلقيتها يعني ففهمت يعني بس بس you know that awkward thing of like لا فعلا مع وانا كنت مع حد no never يعني ايام ما بعض بقى بكيت في تليفون لا ولا قبل بس بيبقى في اوقات كده مثلا نفسك وابوظ الدنيا خلاص قول بلاش احسن انا شخص صريح جدا انا مش بجوست الاحباء فقط انا برضو بجوست الاصدقاء وده شيء عيب فيا خطير انا بجوست برضو بس لما بوصل لمرحله من البريشر معين فببقى حاسه انه طب انا عبرت قوي ان انا مش كومفورتبل مع وات ايفر اللي بيحصل ده والباقيين ما عندوش دم فاقول لك على حاجه ميوت اركايف مش هتوصل لي انا بجوست مين بقى جروب تشاتس لا دي طبعا ميوت ميوت فور ايفر ميوت اولويز اصلا انا ميوت اولويز طبعا يا ابني اعتذر بقى يا ابني بقى دايما يعني دايما هو عيب لا واهلك بقى صح وامك صح اوف على فكره امك صح دي دايما لو الماما ما ارتحتش اجري لا دي لايك مي لا لا يعني يحبني بكذبه لا اصل هو مش هيحبني انا ساعتها هو هيحب شخص تاني بالعكس انا اصلا عندي بوليسي كده بحس ان دايما الواحد في الاول لازم يكون اسخف ما عنده انا خلقي ضيق وسخيفه وبحب في الناس وبجوست وما بردش ولو انت شايف ان ده تمام تاكد جوه بقى في حاجات لذيذه قوي اركب في الديتنج وكده لا ما اصل كله بيتعرف انما في الشغل انما في الشغل بكذب على طول يعني اكشلي وانس نايس ايوه وانس بس من زمان قوي وواحده صاحبتي بثق فيها جدا وقالت لي في واحد صاحبنا قوي وهو هي ريلي لايكس وشافك ما اعرفش في ايه هو بس نفسه ان انتوا تخرجوا مع بعض واحنا هنخرج كلنا وبليز تعالي وهو هيكون موجود فروحت والحبيب الولد كان متوتر قوي درق على الكابتشينو بتاعه لا انا بعمل فيك اكسكيوز انا مش من سيتويشنز عامه ديت
لا لا انا بكمل بكمل يعني لغايه يعني اخر قبل الديزرت بشويه قبل الديزرت بشويه بالظبط قبل الديزرت على طول لا ديزرت اوكي في في البيت في في البيت عملت طبعا لا ميوت بس مش بلوك ليه اللي عملت كده عايز اخد وقت لغايه ما ايه فلاش اوت الموضوع تماما من السيستم كله ليك مثلا بس يعني اه بعدين بقى في المستقبل في المستقبل لو لقيت بالصدفه ان يعني كايم اكروس ات بعمل ان بلوك عادي لو انت شايف ان صداقتكم هي جوه العلاقه كويسه في جزء منك بيبقى عايز يكمل الصداقه دي وتاخد السبيس بتاعتك بس عايز ان ده اكشلي لو انت قررت ان انت تعمل بلوك لحد بيبقى ان انت مش عايزه في حياتك بعد كده اصلا وانه بالظبط كشخص ما كانش مناسب اصلا لوجوده في السبيس بتاعك ممكن نبقى اصحاب لما الايموشنز والاحاسيس كلها تروح طول ما في سكه مفتوحه بيبقى سهل قوي ان يبقى في حاجه بتاعت طب طمنيني عليك انت كويسه طب انت محتاج مش عارفه ايه طب ايه ده انا عايز اخد رايك في وبعدين بتلاقي نفسك this is how you get stuck in a loop اكلتي روحتي روحتي يا جماعه احنا بنتكلم اصلا في نقطه ان روحتي دي هي 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 خلاص فلاج لا هي فلاج انه احنا بنظبط دلوقتي خلاص معناها ان انا ببين لك ان انا عايزه اظبط ولو انت قلتي لي لسه في الطريق او سلت كده خلاص انت دوستي اوكي لا 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 I disagree. لا disagree. انا بقول روحتي لاي حد مش لاي حد لحد يعني I care about them لا بس لو واحده لسه داخله سبيس بتاعك من قريب وتعرفت عليها وخرجتوا مع بعض في حفله النهارده تقابلتوا تاني بكره وهي مروحه بعت لها قلت لها طمنيني عليك لما تروحي لا مش عادي بس انت يمكن خايف عليها ليه يا ترى يا خايف عليها ايوه ليه يا ترى بقى خايف عشان بيحبها اتفضل اهو قال لك بحبها كده عرفنا لا خلاص احنا عدينا المرحله دي في صداقتنا عادي يعني ممكن يبعت لي يقول لي كلت بالظبط كلتي روحتي